اختتمت فعاليات المؤتمر 30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استمرت لمدة يومين فعاليتها تحت عنوان فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة والعمل على التصدي لآفة الإرهاب ونبذ الفرقة. وفي كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر شدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة على أن الإسلام دين تسامح. وطلب وزير الأوقاف المسلمين في جميع أنحاء العالم بالحفاظ على التعددية والوحدة في مواجهة التحديات الراهنة، وشدد على أن الحفاظ على الدولة واجب وطني. على بعد أمتار معدودة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص الذي أقامه ومن معه من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتعرضوا لكنيسة أو معبد أو أثر، بل حافظوا على ذلك في صورة من أعلى وأسمى صور التسامح الديني. ودورنا أن نحافظ على هذا التسامح وعلى هذه التعددية وعلى هذا الإيمان بالتنوع.